معاكم ديما العبد الحافظ. انضميت للصندوق في عام 2022 عن طريق برنامج نخب. تجربتي في برنامج نخب كانت جدا مثرية، فعلا تعلمت الكثير. حاليا أعمل كمحلل أبحاث في إدارة دراسات السوق. تعمل الإدارة على عدة أمور، ومن أهمها تقييم المشاريع التي يمولها الصندوق، وذلك للتأكد من مدى قدرة هذه المشاريع على الدخول في الأسواق المستهدفة خلال دراسة العرض والطلب في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير، ومعرفة حاجز الأسواق للمنتجات المختلفة، وطبعاً تقديم الاستشارات التسويقية ومراجعة المشاريع القائمة، وكذلك تقييم الأثر الاقتصادي لجميع المشاريع وأثرها على الناتج الصناعي وعلى إجمالي الناتج المحلي في المملكة. إحنا في الصندوق نفخر بخدمة جميع عملائنا، سواء كانت مشاريع جديدة أم مشاريع قائمة وذات العلاقة الطويلة مع الصندوق. على سبيل المثال مجموعة الزامل الصناعية. المجموعة بدأت صناعية من بداية السبعينات، الأعمام ابتدأوا في مصنع للألمنيوم، بعدها في المكيفات والحديد، وفي سنة 78 ابتدأنا في مصنع الزامل الأغذية. معظم مشاريعنا الصناعية تم تمويلها من الصندوق، في سواء في الأغذية أو في جميع قطاعات بما فيها المكيفات والحديد والبتروكيماويات وصناعة السفن أيضا، تم تمويلها من الصندوق. نعتقد أن الصندوق عامل مهم وأحد عوامل النجاح لنجاح مجموعة الزامل الصناعية. نعتقد مو بس في الزامل الأغذية ولكن في جميع قطاعات الزامل المجموعة، نرى موافقة الصندوق على أي مشروع هو نوع من خط دفاع وأمان للملاك وللمستثمرين، حيث أننا نثق في قسم الائتمان أولاً والتسويق والتقني في دراسة جميع المشاريع والتأكد من جدوى المشروع اقتصادياً ومالياً. يسعدنا كثير لما عملائنا يقولون أن دراسة الصندوق للمشروع وموافقته على القرض هو تطمين لصاحب المشروع بأن المشروع ذو جدوى. أنا أعتقد إيصال الصناعة إلى مصاف الدول العالمية أحد أهم مستهدفات رؤية 2030. المنظومة الصناعية ككل على رأسها الصندوق الصناعي تلعب دور أساسي في إيصال هذا المستهدف، بداية من تمويل المشاريع إلى صندوق الصادرات وبنك الصادرات وهيئة المحتوى المحلي، والأهم أيضا هو توطين التقنيات العالمية الجديدة إلى المملكة وجعل المملكة في مصاف الدول العشرة الكبرى في الصناعة والتصدير بإذن الله.